السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في برنامجنا مدرسه على الهوا آه النهارده ان شاء الله بمراجعه ليله الامتحان بالنسبه لسرد بريب انا اخترت لك اشهر المسائل اللي بتيجي عندك في الامتحانات بس رجاء انت عندك ما تكتفيش بالكلام اللي احنا هنقوله النهارده احنا بقالنا تقريبا حوالي خمس حلقات عمالين بنعمل ريفيجن ركز عندك على كل الريفيجن اللي احنا خدناها المره اللي فاتت وليله الامتحان اكيد اكيد تحل المودلز اللي في اخر كتاب المدرسه وتعمل ستريس جامد قوي عليهم وتحل محافظه القاهره والجيزه واسكندريه بالنسبه لطلبه القاهره والجيزه عندك عشان الامتحانات بتكرر نفسها إيه تعالى نشوف عندك الاسئله اللي بتلم معاك درجات وبتاخد عندك درجات فيها والاسئله سهله مباشره ما فيهاش اي حاجه اول سؤال عندك لازم يجي لك سؤال في قلب الامتحان عندك على الكوادراتيك فانكشن ان عندك يدي لك فانكشن ويقول لك ابدا ارسمها وطلع عندك كل الحاجات اللي احنا مطلعها الفيرتكس والمينيموم والإكويشن اوف اكسس اوف سيمتري انا قلت لك مساله بسيطه نبدا نحلها مع بعضينا طيب اول مساله بيقول لك ايه مدي لك فانكشن عندك اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 1 وقال لك الاكس بيلونج تو كلوز انترفال نيجاتيف 4 اند 2 عايز ابدا ارسم الفانكشن دي انا هبدا اعملها اعمل التيبل بتاعي هنا الاكس وهنا الاف اوف اكس اللي هي مين الوال الانترفال عندي من نيجاتيف 4 ل 2 يبقى انا هقسم نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 اند 2 بعد كده هبدا اعملها انت المفروض بتبدا تعمل سبستيتيوتنج بالفاليوز دي جوه الفانكشن وتحسب عندك الواي بكام او في ناس بتعملها على الكالكليتور عندك بالفانكشن السيستم بتاع الفانكشنز في الـ في الكالكليتور اعملها زي ما انت عايز المهم لما ابدا احسبها هتطلع لك الفاليوز بتاعتك عندك كال اتش هيطلع لك 9 4 1 0 1 4 اند 9 اوكي كده اهو يبقى انا كده رسمت اللي عملت التابل بتاعي اللي هبدا ارسم بيه الفانكشن تعالى نرسم عندي الفانكشن ونشوف عندي هتبقى عامله ازاي ادي هرسم الاكس اكسس وهرسم عندي الواي اكسس ادي الواي اكسس رسمته عندي النمبرز هنا ادي 1 2 3 4 5 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 وعندي النمبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده اكبر نمبر عندي طيب اول حاجه عندي نيجاتيف 4 اند 9 يبقى الاكس بنيجاتيف 4 وهطلع لغايه ال 9 ادي البوينت الاولانيه بعد كده نيجاتيف 3 اند 4 ادي النيجاتيف 3 وهطلع لغايه ال 4 نيجاتيف 2 اند 1 من نيجاتيف 2 عندي لل 1 نيجاتيف 1 اند 0 بعد كده ال 0 ال 0 عندي وال 1 بعد كده عندي ال 1 وال 4 اخر حاجة عندي ال 2 and 9. وهبدأ اعمل جويننج للكيرف بتاعي. ده كده سؤال عندي مضمون في الامتحان. نيجي بقى الأهم أسئلة اللي هيطلبها عليه. يبقى احنا كده جبنا الكيرف بتاعي ورسمناه. الأسئلة بتاعتك أول حاجة هيقول لك طلع لي الـ vertex. الـ vertex أنا أقدر أجيبها من شكل الجراف عندي البوينت هنا هوت عندي أو من التيبل آدي 9 9 4 4 1 1 هنا. يبقى عندي الفيرتكس بتاع نيجاتيف 1 اند 0 اوكي يبقى انا كده اول حاجه طلعت الفيرتكس تاني حاجه هيطلع يسالك فيها الاكويجن اوف اكسس اوف سيمتري خد بالك اكويجن يبقى لازم يكون فيها سيمبل يبقى انا بناخدها الاكويجن بتاعه الاكس اوف سيمتري بنجيبها عن طريق الاكس يبقى هقول له هنا اكس ايكوال نيجاتيف 1 ما تكتبليش نيجاتيف 1 بس لازم اكتب اكس ايكوالز نيجاتيف ايه 1 كده انا جبت الايكويشن بتاعت الاكسس اوف سيمتري تالت حاجه هيقول لك ليها مينيموم او ليها ماكسيموم من شكل الكيرف بتاعي انت الكيرف بتاعي ده, ده عامل الشكل بتاعي يبقى هنا ليه عندي ايه ليه مينيموم فاليو لو الشكل بتاعي الكيرف بتاعي كان عامل بالمنظر ده يبقى هنا ليه ماكسيموم ايه فاليو واقدر برضو اجيبها عشان لو سؤال كومبليت عن طريق مين احنا متفقين عن طريق الكوفيشن بتاع الاكس سكوير قال الاكس سكوير لو النمبر اللي هنا عندي طلع لي بالبوزيتيف يبقى الكيرف هيبقى ليه مينيمم لو الساين هنا هو كان بالنيجاتيف يبقى هيبقى ليه ايه؟ ماكسيمم عشان لو جالك في سؤال تشوز طيب يبقى احنا هنا متفقين ان هنا الفانكشن هنا هو ليها مينيمم فاليو المينيمم فاليو بنجيبها عند مين؟ عن الواي يبقى الاكس اوف سنتري جبتها عن طريق الاكس المينيمم فاليو بنجيبها عن طريق مين؟ الواي يبقى ايكوال كام المينيمم فاليو عندي؟ ايكوال زيرو يبقى كده ده سؤال عندك مضمون وبيبقى جاي عليه كميه درجات رهيبه عليه اربع درجات في الامتحان فيبقى ده يلم الدرجات معايا اوكي okay. يبقى احنا كده خدنا اول سؤال عندي على جزئيه الايه الفانكشن الـ 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 عندك طبيعي لازم يجي لك سؤال في الفاريشن هيجي لك على الدايركت variation او على الانفرس variation اشهر سؤال وبيجي لك سؤال مباشر يدي لك الفاريشن مباشره ويقول لك طلع لي ريليشن ويدي لك اكس وهات واي او العكس تعال نشوف السؤال بيقول لك ايه بيقول لك عندك ايه؟ if y varies as x and y equals 20 when x equals 7 Find the relation between X and Y. السؤال ده ممكن يجي لك لوحديه من غير ذا relation يجي لك في سؤال تشوز ويجي لك عندك كسؤال مقالي سهل بالنسبة لك. بيقول لك Y varies as X. يبقى معناها كده إن الواي ايكوال equal إيه؟ M X عشان هنا دايركت فاريشن. هنبدأ نعمل سبستيتيوتن الواي ب 20 والاكس ايكوال equal كام؟ 7. يبقى هنا 20 equal M تايم 7. يبقى الام اللي هو عندك الكونستانت بتاع الفاريشن يبقى equal 20 over كام؟ اوفر 7 انا كده جبت شكل مين الكونستانت عندي نرجع نعوض تاني في شكل ريليشن يبقى هنا ذا ريليشن از واي ايكوال ام اكس اللي هو 20 اوفر 7 تايمز مين الاكس يبقى انا كده جبت شكل مين الريليشن ده كده اول جزئيه عندك في السؤال كده خدت درجتين السؤال الثاني find ذا فاليو اوف واي when اكس ايكوالز 14 هات لي الواي لما الاكس ايكوال 14 انا ممكن اعوض هنا مباشره عايز الواي لما الـ X 14 يبقى y 20 over 7 تايمز الـ X اللي هي كام؟ 14، هيبقى إيكوالز كام؟ 40 يبقى أنا كده جبت مين؟ الـ y. طيب لو أنا ممكن أجيبها بطريقة تانية أنا عندي بما إن في دايركت فاريشن إحنا بنستنتج حاجتين، أول ما يقول لي في دايركت فاريشن أول حاجة إن الـ y ام mx، تاني حاجة إن y1 over y2 ايكوال x1 over xa لو جالي في سؤال تشوز ما تعملش كل كل الشغل ده، لا انا هشتغل على طول بدي، يبقى انا ممكن اقولها اور انذر سولوشن عندك ان y1 over y2 ايكوال x1 over ايه 2 تعال نشوفها، ادي y1 وادي x1 وادي y2 وادي ايه 2 يبقى y1 ب 20 over y y1 سوري ب 20 و 2 اللي انا مش عارفاها ايكوالز عندي x1 اللي هي 7 اوفر اكس 2 اللي هي 14 وهنعمل كروس multiplication يبقى فعلا y 2 هتبقى ايكوال 20 تايم 14 over 7 هتطلع لي ذا سيم انسر هتطلع لي ايكوالز قد ايه 40 يبقى ده كده سؤال عندك على الفاريشن يبقى احنا عرفنا ان في سؤال هيجي لي طبيعي على الفانكشن برسمتها ده سؤال طبيعي معايا هيجي لي سؤال عندك على الفاريشن يا اما هيجيلك سؤال مباشر زي ده او هيجيلك سؤال من الاسئله التقيله شويه في الفاريشن خد بالك في حلقه كامله كنت انا عاملاها لك على الفاريشن كانت ريفيجن اون فاريشن دور عليها على اليوتيوب وابدا شوفها فيها كل الاسئله بتاعت الفاريشن يبقى دي كده الفكره المباشره طبيعي هيبدا يجيب لك سؤال على ايه هيجيب لك سؤال على البروبورشن وسؤال على الكونتينيود بروبورشن تعال نشوف سؤال على البروبورشن عامل ازاي سؤال عندك بيقول لك ايه؟ if a over 4 equal b over 5 equal c over 3 prove that a minus b plus c over a plus b minus c equal third. احنا متفقين ان المسائل دي ليها طريقتين في الحل يا اما بطريقه الام يا اما بطريقه one of the ratios. انا هشتغل لك بالطريقتين عشان احنا بنراجع ونفتكر مع بعضينا. اول حاجه عندي الكلام ده هقول له ان الـ a over 4 equal b over 5 equal c over 3 هيبقى equals a m ومنها هيبقى c equals 3 m. والB equals 5M والسي equal كام 4M نبدأ بقى ناخد left هاند سايد ادي اللفت هاند سايد equal هو ايه اللي A minus B plus C over A plus B minus C equal معي بقى بالراحة ال A عندك اللي هي 3M minus ال B 5M plus C اللي هي 4M over ال A هنا سوري ال A ب 3 M ال A 3 M بلس ال B 5 M ماينس ال C 4 M هبدأ أحسب اللي فوق 3 minus 5 إيكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 plus 4 equal 2 يبقى هنا 2 M over 3 plus 5 8 8 minus 4 equal 4 يبقى ال M مع ال M 2 over 4 اللي هي equal half يبقى هنا دي كان هنا half مستر يبقى أنا كده وصلت إن هي إيكوال الليفت هاند إيه سايد عندي أوكي okay. طيب في ناس بتعملها بطريقه معينه دي لو عملتها اعرف ان انت السؤال بتاعك مشطوب هتعوض على طول يروح كاتب ان الاف 4 يكتب هنا 4 ماينس 5 بلس 3 ويروح كاتب هنا 4 بلس 5 ماينس 3 ويحسبها من غير الام طبعا ده كده السؤال بتاعك بيشطب احنا في التصحيح لما بيقابلنا حاجه زي كده ده بيشطب عندك لازم تعملها عن طريق مين الام يبقى هنا نراجع تاني شغلنا 3 ماينس 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس 4 ايكوال 2 و 3 بلس 5 8 8 ماينس 4 ايكوال 4 اوكي يبقى كده دي اول طريقه الطريقه الثانيه طريقه ون اوف ذا ريشوز ون اوف ذا ريشوز ان انا هبدا احسب النمرتور لوحده والدينومينتور لوحده يبقى هنا اول حاجه هنحسب الاي A البي B بلس السي C زي ما بنلعب في النمرتور بنلعب في الدينومينتور ادي اوفر ادي الاي A نزلت ادي 4 ماينس البي B عندك 5 بلس نزلت السي C بكام ب 3 الكلام ده ايكوال ون اوف ذا ايه اوف ذا ريشوز يبقى هنا A ماينس B بلس ال C 4 minus 5 equal negative 1 negative 1 plus 3 equal 2 يبقى equal 1 of the ratios يبقى كده أنا جبت النومريتور حسبت النومريتور زي ما حسبت النومريتور هبدأ أحسب مين في الدينومينيتور هنعملها في ورقة ثانيه هكتب لك ratio ثاني عشان واحنا شغالين هو قايل لك ال a over 4 equal ال b over 5 equal c over 3 وكان عايز ال a minus b plus ال c over a plus b minus ال c انا حسبت النومريتور هحسب دلوقتي مين الدينومينيتور a plus b minus c over ادي ال a يبقى تحت 4 بعد كده هنا plus plus ال b فوق تحت هنعمل plus 5 فوق عمل minus تحت هعمل minus عمل minus c تحت هعمل minus 3 الكلام ده equal one of the a ratios يبقى a plus b minus c 4 plus 5 equal 9 9 minus 3 equal 6 يبقى equal one of the ratios دي هنديها نمبر 2 وعندي دي مدينا نمبر كام 1 هنساوي عندك ال1 بال2 يبقى هنا a ماينس b بلس c اوفر 2 هيبقى ايكوال a بلس b ماينس c اوفر ال6 نعمل هنا بقى كروس وننزل دي عندك تحت يبقى a ماينس b بلس c اوفر a بلس b ماينس c ادي ال2 تطلع فوق يبقى 2 اوفر 6 اللي هي السمبليفاي بتاعها 1 اوفر 3 يبقى اللي قبليها كان عندها 1 اوفر 3 برضه يبقى دي من ضمن الايه الاسئله اللي ممكن تجي لي عندك تعالى بقى ناخد سؤال على البروبورشن اللي هو فيه بنفرض بقى الام عندي شغاله فيها ولازم نعملها بطريقه الام عندي تعالى نشوف السؤال بيقول لك ايه ده سؤال عندك على continued بروبورشن بيقول لك if b is the middle proportional between a and c prove that ان ال a square plus b square over b square plus c square equal a over c هنعملها بالراحه مع بعضينا البي هو الميدل بروبورشنال بتوين الاي والسي معنى الكلام ده عندي ايه ان الاي اوفر البي ايكوال البي اوفر السي ايكوالز مين عندي الام يبقى منها ان البي هيبقى ايكوال سي ام ومنها ان الاي عندي بي ام هنكنسل البي ونكتب مكانها سي ام يبقى cm ام تايم ام هيبقى بسي ام سكوير نعمل بقى الكي على بعضيه اللي احنا شغالين بيه يبقى انا البي بسي ام والاي بسي ام سكوير ده الشغل اللي هبدأ أعوض بيه، همسك ال left hand side. اللي هو a سكوير، plus b سكوير، over b سكوير، plus c سكوير، عندي ال a ب c m square. all power 2 ما تستعجلش في توزيعة الباور power، plus ال b سكوير اللي هو c ام all power 2 over b سكوير عندك اللي هو c ام all power 2 plus c سكوير، نبدأ نعمل distributing للباور يبقى c سكوير m power 4 بلس سي سكوير ام سكوير اوفر عندك سي سكوير ام سكوير بلس سي سكوير يبقى اول حاجه بنعمل سبستيتيوتنج اوكي بعد السبستيتيوتنج بناخد كومن فاكتور انا باخد كومن فاكتور في حاله البلس والماينس بس لو خدت كومن فاكتور انا هنا سي سكوير وسي سكوير هاخدها بره كومن فاكتور ام باور 4 وام سكوير بناخد اصغر باور اللي هو ام سكوير يبقى بقى هنا عندي ام سكوير انا سي سكوير خدتها ام باور 4 يبقى ام سكوير وهنا خدتها من نفسها يبقى لي عندي كام 1 لما باخد ترم من نفسه بيبقى عندي ايه 1 هنا ترمين فيبقى هنا ترمين من الدينوميتر عندي هاخد سي سكوير هيتبقى عندي ام سكوير بلس ال1 نعمل كانسليشن يبقى عملت سبستيتيوتنج عملت هنا خدت الكومن فاكتور بعد كده نعمل كانسليشن عندي السي سكوير مع السي سكوير والام سكوير بلس 1 مع الام سكوير بلس 1 يبقى في الاخر ادتني ايكوالز ايه ام سكوير ده كده الليفت سايد نبدا نمسك الرايت هاند سايد عندك اللي هو الـ A over C، الـ A عندك بـ Cm سكوير over الـ C، هنكنسل الـ C مع الـ C بقى Equal M A -square. نيجي بقى في آخر جزئية السمري، يبقى الـ Left-hand side Equal الـ Right-hand side Equal M سكوير تمام كده؟ يبقى إحنا كده اشتغلنا المسألة بتاعتي على الـ Continued A proportion. أنا هنا جايبة لك الـ Continued proportion على الـ A وال- B والـ C، المسألة اللي بعديها جايبة لك الـ Continued proportion على عندك على الـ A وال- B وال- C والـ D. ممكن برضو تجي عندك تعال نشوف شكلها عامل ازاي بيقول لك ايه if a b c and d are in continued proportion prove that a b minus c d over b square minus c square equal a plus c over b تعال نعملها مع بعضينا بالراحة معنى ان هما continuous proportion ان ال a over b equal ال b over c equal ال c over d equals mean m هنبدأها عندنا من الاول من الاخر هنا ال c هيبقى equal d m ناخد عندي ال b هيبقى ايكوال سي ام هنعوض بالسي بدي ام يبقى يطلع لي بدي ام سكوير بعد كده ناخد الاي يبقى عباره عندي عن بي ام هنعوض بالدي ام سكوير هيطلع لي دي ام كيوب نكتب بقى الكي اللي هنشتغل بيه يبقى السي ايكوال دي ام البي دي ام سكوير واخر حاجه الاي بدي ام كيوب ده الكي لازم يتكتب عشان ده لوحديه عليه نص نبدا نعمل substitution في الليفت hand side يبقى انا عندي الاي بدي ام كيوب تايمز البي بدي ام سكوير ماينص السي دي ام تايمز الدي اوفر الدينومينيتور بي سكوير بي سكوير يبقى دي ام سكوير اول باور 2 ماينص السي سكوير اللي هي دي ام اول باور 2 انا مش هاخد كومن فاكتور لما اظبطها طبعا هعمل المالتي الاول دي تايم دي دي سكوير ام باور 3 تايم ام سكوير هيبقى ايكوال عندي ام باور 5 ماينس دي تايم دي دي والام هتفضل دي سكوير سوري وام موجوده زي ما هي الدينومينيتور هنعمل ديستريبيوتنج يبقى دي سكوير ام باور 4 ماينس دي سكوير ام سكوير كده انا ظبطت الشكل اخد بقى الكومن فاكتور الكومن فاكتور بناخده في البلس والماينس بس يبقى ايكوال دي سكوير هيبقى موجوده عندي بناخد اصغر باور ام باور 5 وام يبقى اصغر باور عندي مين الام من ام باور 5 خدت ام يبقى ام باور 4 ماينس ام خدتها من نفسها يبقى عندي كام 1 اوفر ادي دي سكوير كومن فاكتور هنا ام باور 4 وام سكوير يبقى ناخد ام سكوير يبقى هنا ام سكوير ماينس مين ال1 نبدا الكنسليشن عندي يبقى دي سكوير ويز دي سكوير ام واحده من فوق مع ام واحده من تحت طيب ايه اللي هيفضل معايا هيبقى عندك ام باور 4 ماينس ال1 اوفر ام من تحت وام سكوير ماينس ال1 طب دي ليها صرفه تانية اه ليها صرفه تانية دي مساله في الكتاب عندك ليها شغل شويه ام power 4 minus 1 انا اقدر افكها عندي التو براكتس يبقى عباره عن ام سكوير ماينس 1 و ام سكوير بلس ايه 1 اللي هو سيم براكتس وذ اوبوزيت ايه ساين يبقى انا عندي الام باور 4 ماينس 1 كاني خدت الروت لهنا وخدت الروت لهنا يبقى ام سكوير و سكوير الام باور 4 قسمتها الام سكوير و سكوير ال1 ل1 1 واحد بالبلس والثاني بالايه بالماينس دي رول عندك في الشغل بتاعك اوفر ام تايم ام سكوير ماينس ال1 نبدا بقى نعمل كانسليشن عندك يبقى الام سكوير هتتكنسل ام سكوير ماينس 1 مع ام سكوير ماينس 1 يبقى الفاينل عند الفاينل انسر عندك ام سكوير بلس 1 اوفر ام هنعملها في صفحه جديده عشان نكمل الرايت سايد معايا تعالى نكتبها تاني الليفت هاند سايد ايكوال قد ايه بعد كده نكمل الرايت هاند سايد يبقى انا في شغلي وصلت ان الليفت هاند سايد افتر كانسليشن هيبقى ايكوال ام سكوير بلس 1 اوفر عندي الام تعالى بقى نشوف الرايت هاند سايد الرايت hand side كان ايكوال قد ايه كان ايكوال A ايه ال C اوفر B الكي بتاعك كان ال C دي ام ال B ب دي ام سكوير وعندك ال A ب دي ام كيوب نبدا بقى نشتغل right hand side يبقى ايكوال ال A اي دي ام كيوب بلس ال C اللي هو ال دي ام اوفر ال B اللي هو ال دي ام سكوير نبدأ ناخد عندي كومن فاكتور الدي والدي الكومن فاكتور لازم يكون موجود في الاتنين ام باور 3 وام يبقى ناخد السمولست باور اللي هو الام الريميند ام كيوب خدت منها ام يبقى بقالي ام سكوير بلس الام خدتها كومن من نفسها يبقى عندي كام؟ 1 اوفر دي ام سكوير نبدأ التنسليشن الدي والدي وعندي الام واحده من فوق مع ام واحده من ايه؟ من تحت يبقى الام سكوير بلس ال 1 اوفر ام يبقى ده الرايت هاند سايد وده اللفت هاند سايد هما الاتنين ار ايه؟ ار ايكوال يبقى اخر ستيب عندي اللفت هاند سايد equals the right hand side Equals m square plus 1 over ال m يبقى أنا كده خلصت إيه فكرة الإيه السؤال ده يبقى إحنا كده خدنا عندك على البروبورشن وعلى ال continued في جزئية الطالب من كتر ما هو بيحل امتحان بينساها ودي بيجي عليها سؤال في الامتحان على أول لسون عندك في المنهج على الكارتيجين برودكت عندك على الستس الإكس والواي والزد ويقول لك احسب الكارتيجين برودكت وبتيجي كتير قوي في محافظة القاهرة عندك تعال نشوف السؤال عندك بيقول لك إيه مديني هنا عندك 3 sets x equal 3 and 4 ال y 4 and 5 وال z عندك 6 and 5 بيقول لك find أول حاجة بيقول لك عايز الكارتيجين برودكت بتاع number 1 بيقول لك x times ال y عايز يحسبهم عندي دي بسيطة أنا هبدأ أعمل open bracket عندي ونعمل ordered pair أول حاجة ال 3 مع ال 4 يبقى 3 and 4 بعد كده ال 3 and 5 خلصت ال 3 هنعمل عليها cancel بعد كده أخد مين ال 4 الفور مع الفور يبقى فور اند فور وبعد كده الفور اند مين فايف اوكي اول حاجه كان طالبها عايز اكس تايم واي تاني حاجه كان طالبها عندك نمبر تو بيقول لك فايند عندك واي تو عايز يحسب واي تو يعني واي تايم واي طب دي هنعملها ازاي اكتب الواي تحت نفسها مره كمان عشان تبدا تحسبها يبقى ايكوال الفور مع الفور وال4 مع ال5. بعد كده ال5 مع خدت ال4 يبقى ياخد ال5. يبقى ال5 اند 4 بعد كده 5 اند a 5؟ خد بالك y2 ال y الواي عندك 2 elements يبقى y2 يبقى 2 2 تايم 2 يبقى ايكوال كام؟ 4 اوردرد بيرز طيب ايه الحاجة بقى الثانيه اللي الطالب بقى بيكون وصل لمرحلة النسيان الجزئية دي عندك فيها؟ بيقول لك x تايمز y إنترسكشن زد. هو عايز يحسب الكارتيجن برودكت ما بين الاكس وما بين واي انترسكشن زد انا هعملها بالراحه عادي الاكس هنزلها زي ما هي الاكس عندك اللي هي كام 3 اند 4 تايمز الانترسكشن ما بين واي والزد الانترسكشن ما بين واي والزد الكومن اليمنتس هما اتنين مشتركين في نمبر كام في نمبر 5 يبقى تايمز ايه 5 يبقى انا كده ظبطت شكل الريكوايرد ابدا بقى احسبها يبقى ايكوال ال 3 مع ال 5 يبقى اوردرد بير 3 اند 5 الاوردرد بير الثاني 4 اند 5 اوكي okay. طالب منك حاجة كمان نمبر فور بيقول لك احسب إكس ديفرنس الواي تايمز الزد أنا هحسب ده الأول إكس ديفرنس الواي يعني أروح عند الإكس وأشيل منها أي حاجة تبع الواي آدي الإكس 3 آند 4 مين هنا تبع الواي ال 4 هكنسلها يبقى ريمين ده عندي 3 بعد كده تايمز الزد هكتبها زي ما هي ال 6 والإيه؟ وال5 ونبدأ نعمل البرودكت يبقى هنا عندي ordered بير 3 آند 6 والاوردر بير الثاني 3 اند 5 حاجه كمان طالبها عندك required نمبر 5 بيقول لك عايز اكس ديفرنس الواي تايمز واي ديفرنس الزد اكس ديفرنس الواي ادي الاكس شيل منها الواي هيبقى ايكوال 3 تايمز الواي ديفرنس الزد ادي الواي شيل منها اي حاجه تبع الزد يبقى انا هشيل ال5 يبقى ريميند عندي ال4 يبقى set of 3 times set of 4 يبقى equal ordered pair 3 and 4 اخر حاجه طالب بها منك في السؤال ده كان عايز الفين دايجرام اعمل لي الفين دايجرام ريبريزنتنج الايه الثري 3 sets دولت دولة طبعا بتوع برايمري يعرفوا يعملوها فانت بالنسبه لك كثيرد بريب تقدر تحسبها انا هكتب لك الستس ونبدا نشوف هنرسمها ازاي الاكس عندك كانت equal 3 and 4 الـ y كان equal 4 and 5 الزد عندي ب 6 and 5 لما اجي ارسمهم بطلع الانترسكشن ما بين كل تو سيتس الاكس والواي الانترسكشن مشتركين في مين في الايه في الفور يبقى انا هقول حاجه هرسم سيت اكس وست واي الانترسكشن ما بينهم فور طب الاكس لما خدت منها الفور يبقى ريميند 3 الواي خدت منها الفور يبقى ريميند مين عندي ال5 نيجي بعد كده الزد هل الزد عامله انترسكشن مع الاكس لا ما فيش اي كومن اليمنتس هنا هل في انترسكشن الزد مع الواي اه مشتركين في مين في الفايف يبقى الاكس هتخش مع مين مع الواي عند نمبر كام فايف يبقى انا هبدا اعمل الانترسكشن ادي الزد مع الاي الواي الانترسكشن بينهم فايف الزد خدت منها الفايف يبقى ده عندي مين ال6 يبقى انا كده رسمت ليها عندك فين دايجرام للمساله ايه بتاعتي طيب نشوف مسألة كمان تانية على البروبورشن إذ ربما ممكن يجيبها في الامتحان عندي على الفكرة برضو بتاعت أبليكيشن على الوان اوف ذا تعال نشوف المسألة عندي عبارة عن إيه. السؤال بيقول لك إيه؟ if x plus y over 5 equal y plus z over 3 equal z plus x over 6 prove that x minus z over 2 equal x plus y plus z over 7 دي مسألة معايا عايز يبدأ يحسبها طيب احنا كنا برضو اشتغلناها وراجع حلقه الريفيجن اون بروبورشن هتلاقي كل الافكار الرخمه بتاعت ون اوف ذا ريشيوز احنا هنا عايز اكس ماينس زد اكس ماينس زد هدور على واحده فيها اكس وفيها زد هلاقي عندي الاكس والزد موجودين الواي اختفت عشان الواي تختفي من هنا ومن هنا اهو عشان الواي تختفي هنعمل ماينس لما اعمل ماينس الواي هتتكنسل مع مين؟ مع الواي يبقى انا عشان ابدا احسب الفيرست سايد عندي الجزئيه دي يبقى انا هعمل الفيرست ريشيو ماينس السكند ايه ريشيو يبقى انا هعمل الفيرست ريشيو ماينس السكند ايه ريشيو تعال نبدا نظبطها مع بعضينا ادي اكس بلس واي ماينس السكند اللي هي واي بلس مين زد انا حطيت براكت عشان تشنجينج الساين اوفر زي ما عملت في النومريتور هنعمل فين في الدنومريتور. يبقى 5 فوق ماينس تحت ماينس ماينس 3 ايكوالز يبقى انا عندي x بلس y، الماينس هتغيرهم يبقى ماينس y ماينس z over 5 ماينس 3 ده ايكوال كام؟ 2. يبقى هنا البوزيتيف واي تتكنسل مع الواي، يبقى هنا x ماينس z over 2. طبعا الكلام ده كله ايكوال 1 اوف ذا ايه؟ ريشوز ده هو ده مفتاح حل المسألة. يبقى انا كده اشتغلت على الجزئية دي، تعالى نشتغل على الجزئية دي x بلس y بلس z، احنا كنا متفقين في حلقات المراجعة ان x بلس y بلس z يبقى معنى كده انا هعمل الثري 3 ريشوز كلهم بلس، وهيبدأ يطلع لي كومن فاكتور. يبقى انا كده اول جزئيه عملت الفيرست ريشيو ماينس السكند ريشيو تعالى طيب نعمل الجزئيه اللي بعديها هنعمل ادنج للثري ريشيوز دي انا هعملها في ورقه لوحديها عشان تبدا ايه تظبط معايا ادي الثري ريشيوز عندي هنعمل ادنج ليهم يبقى انا هعمل الفيرست بلس السكند بلس الثيرد يبقى اكس بلس واي اوفر 5 بلس فوق بلس تحت هنا y plus z over 3 plus الثيرد ريشيو z plus x plus ال 6، كل الكلام ده equal one of the a ratios، نبدأ نظبطها مع بعضينا، أنت عندك الـ x مكتوبة مرتين، يبقى هنا 2x، الـ y برضو معمولة مرتين، y plus y يبقى 2y، الـ z كذلك، يبقى هنا plus 2z، over عندي 5 plus 3 8 plus 6 equals 14، equal one of the ratios. من فوق هناخد التو common فاكتور يبقى ريمين ذا اكس بلس واي بلس الزد اوفر 14 ايكوال of اوف ذا ريشيوز 2 مع ال 14 يبقى 7 يبقى اكس بلس واي بلس الزد اوفر 7 ايكوالز وان اوف ذا ريشيوز ودي هنديها نمبر كام؟ نمبر 2 طب تعالى نشوف نمبر 1 اللي احنا كنا لسه عاملينها اهي يبقى انا عندي ادي هنا دي اول حاجه ثاني حاجه هساوي الاثنين بايه؟ ببعضيهم لما اجي اساويهم الاثنين ببعضيهم يبقى هنا يبقى الاكس بلس الواي بلس الزد اوفر 7 هي هيها عندي للاكس ماينس الزد اوفر كام 2 وده الريكوارد اللي هو كان طالبه فين في السؤال بتاعي اوكي يبقى احنا كده عملنا مساله عندي آه مساله على الريشيو بتاعتي اوكي طيب تعالى نشوف احنا معانا وقت ناخد مساله كمان اخر حاجه اوكي هيجيلك عندك مساله وبيقول لك عندك هل يديلك ريليشن ده برضه لازم السؤال يجي لك في الامتحان يديلك ريليشن وبيقول لك رايد ذا ريليشن وقول لي هي فانكشن ولا لا اند واي ده سؤال برضه رئيسي عندك في الامتحان تعال نشوف السؤال بيقول لك ايه السؤال مدي لك عندك بيقول لك الاكس ايكوال عندك 1 2 اند 3 ومديلك الواي ايكوال 1 هاف third and fifth وبيقول لك R is a relation from X to Y where A or B means إن ال A is multiplicative inverse of mean of B طبعا ال A belong to X أه معنا تليفون معنا صالح التليفون طيب انا اسفه انا اسفه هنكمل المساله عشان احنا قربنا نخلص الحلقه بتاعتنا يبقى انا هطلع ريليشن الاي المالتيبلكاتيف انفرس بتاع البي المالتيبلكاتيف انفرس يعني بنشقلبه لو هو 3 اوفر 5 يبقى 5 اوفر 3 طيب نجيب عندي ريليشن ايكوال ال1 الانفرس بتاعي لما ال1 اعمل لها الانفرس اشقلبها يطلع لي ال1 موجود هنا اهو يبقى 1 اند 1 الثاني ال2 لما نيجي نمشقلبها ال2 دي كانها اوفر 1 لما يجي نجيب الانفرس بتاعها يبقى انا عندي 2 اند هاف آخر حاجة الـ 3 لما نجيب الـ inverse يبقى هنا 3 and 3 نبدأ نرسم الريليشن عندك أدي الـ X 1, 2 and 3 وادي الـ Y 1, half, third and fifth نعمل joining يبقى الـ 1 and 1 2 and half 3 and third بيقولك represent a function or not طبعاً دي represent a function why لأن كل element في الـ X عنده one A arrow أو every element in X has one image in A in Y يبقى لازم أن كلمك يقول A بالتفصيل yes it is a function because جملة ثابتة every element in X has one and only one image in y اوكي لو ما كانش ما كانتش function هتقول كل الكلام ده بس هتقول because not every element in x يعني نفس الجمله دي هتزودها هتقولها بس في الاول هنا تقول ايه not every element in x يبقى ده سؤال عندك رئيسي برده في الامتحان هيجيب لك ويقول لك عندك هل هي function ولا لا وابدا ليها اعمل ليها represent and واي اوكي بكده وصلنا لنهاية حلقاتنا كلها بتاعت الفيرست تيرم ان شاء الله يجي الامتحان كويس ومباشر وركز في الامتحان وسؤال 5 بي سيبه للاخر علشان ما يعملكش قلق لو جالك فيه فكرة غريبة ان شاء الله يجي الامتحان كويس وبالتوفيق باذن الله كانت, كانت معكم مروة زكريا من قناة مصر التعليمية مع السلامة